السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل في درس جديد من دروس تعلم الرسم بالفحم. اتمنى قبل ما نبدا الدرس بتاعنا، لانه مهم جدا، انكم تدعموني بلايك. انا عارف ان انتم بتنسوا تعملوا لايك على الفيديو، ولكن رجاء قبل ما نبدا انزلوا اعملوا لايك ونرجعوا تاني. درس النهارده هيكون بخامه الفحم الاسود على ورق كرافت. الورق الكرافت ده بيكون عباره عن ورق لونه بيج، هنرسم بيه النهارده الرسمه دي اهي من البدايه الى النهايه. طبعا كنت نزلت الرسمه دي على حساب انستجرام، اللي لسه مش متابعني على حساب انستجرام ينزل يتابعني، هتلاقي الرابط بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. الادوات المستخدمه هو سكتش كرافت 150 جرام، مقاس 20 في 30 سنتيمتر، وده ممكن نستبدله بورق رمادي او اي ورق ملون تاني. ولو انت مش حابب ترسم على ورق ملون مفيش اي مشكله، ارسم على ورق ابيض طالما انت حابب كده. وهنبدا نستخدم الفرش. الفرشه دي اتكلمت عنها في فيديو مخصوص، لو انت حابب تعرف الفيديو ده اكتب على اليوتيوب في البحث فرش الفحم كريم عادل، هيطلع لك الدرس بتاعها. وكذلك البودر، اكتب برضو بودر الفحم كريم عادل. وبعد كده هنستخدم قلم ايد بي ستادلر بلاك، او هنستخدم قلم الوان خشبي اسود لعمل التفاصيل. هنستخدم قلم دمج وودانه او اعواد قطن، واخيرا قلم باستل ابيض او قلم فحم ابيض، اللي رايحك واللي موجود عندك عشان هنعمل بيه اضاءات بسيطه. بس كده، دي كل الادوات، مش هطول عليكم اكتر من كده. هتلاقوا الصورة الأصلية إن شاء الله على قناة التليجرام زي ما بنعمل كل مرة. خدوا الصورة الأصلية وطبقوا، نزلوا النتيجة على انستجرام واعملوا لي منشن بس عشان أرد عليكم إن شاء الله وأقول لكم الأخطاء بتاعتكم. ويلا بينا نبدأ في الدرس. أول حاجة هنبدأ نعملها يا فنانين هو الأوت لاين. هبدأ أرسم الأوت لاين بقلم تقيل شوية زي ما أنتم شايفين. ونبدأ نعمل زوم عشان نرسم تفاصيل الوجه، ونبدأ نرسم اوت لاين الحاجب. طبعا انا هجيب لكم بورتري بسيط النهارده علشان ما يبقاش صعب لينا كبداية، نبدأ نجرب عليه وبعد كده كل واحد يختار الرسمة او البورتري اللي حبه. انا النهارده جايب لكم بورتريه في اضاءه شمس برضو، لان البورتريهات دي او النوع ده من البورتريهات بيكون كويس جدا للرسم بالفحم، اللي فيه تباين في اضاءه الشمس او تفاوت في الاضاءات ابيض وغامق. وممكن نبدأ نظلل على طول بدون ما نستنى اننا نخلص الاوت لاين عشان الفيديو ما يطولش مننا ونزهق. انا عارف ان حضراتكم بتزهقوا بسرعة، فخلونا نحط الموبايل كده اهو ونبدأ نحط الصورة جنبه كده عشان تشوفوا انا بعمل ايه. اول شيء هنبدأ نجيب قلم الفحم ونبدأ نشتغل في الحاجب مثلا بالراحة خالص. قلم الفحم بنستخدم منه درجة سوفت، درجة سوفت بتكون كويسة انها بتطلع لنا الباودر اللي احنا محتاجينه، وبتخلينا نقدر نشتغل بالباودر ده ونعمل مساحات واسعة. وزي ما احنا شايفين تحت الحاجب هنا في مساحة غامقة كبيرة، فاحنا هنستغل الباودر اللي بينزل من الحاجب في المنطقة السوداء دي زي ما انتم شايفين. اهم شيء ركز في الاوت لاين، لان الاوت لاين اهم حاجة في البورتري عموما. الشبه وادي الحاجب، بعده بنعمل الرموش. العين هنا بما انها مقفولة فاللي بيكون باين منها هي او هو عبارة عن خط بسيط كده ورموش بسيطة كده. بما ان دي منطقة سودة فانا بدأت اظلل بالقلم عادي، ولو حابين ندمج او نسايح يعني ممكن نستخدم حاجتين. اول حاجة فرشة صغيرة، تاني حاجة هو قلم الدمج المقاس الصغير المناسب ليا.
تعالوا الأول نجرب قلم الدمج ونشوف بالراحة خالص بشكل دائري كده. واحنا بنظلل بندرج طبعا، يعني ايه انتوا لو ملاحظين العين من جوه غامقه وطالعه من بره على فاتح شويه هنا، فلازم ناخد برضو بالنا من الحاجات البسيطه دي لانها بتفرق. تعالوا نجرب نظرر بالفرشه. الفرشه تنفع في المساحات الصغيره، الفرشه الصغيره دي يعني تنفع في المساحات الصغيره بس تكون فاتحه، مش المساحات اللي فيها غمقان كتير لانها ما بتضغطش اللون فما بيطلعلناش اللون الغامق بسهولة، عكس قلم الدمج بيطلع لنا اللون الغامق بسهولة وكويس في المساحات الواسعة، آسف الضيقة. المساحات الواسعة طبعا كلنا عارفين ان احنا هنظلل بالفرشة، الفرشة الكبيرة لسه، بس لما نجيلها هنبدأ نعملها. دلوقتي انا عملت الجزئية دي اهي، الجزئية اللي هنا دي بالراحة خالص، جبت الاوتلاين مظبوط، اوتلاين الحاجب الميل بتاعه، وكمان جبت الزاوية اللي هنا اللي بره، وهبدأ أنزل تحت دلوقتي. ممكن أبدأ أظلل بيه بقى بالباودر، آدي الباودر بتاعي والفرشة بتاعتي أهي، ونبدأ نظلل بيها كده بالشكل ده. ونكرر عملية التظليل بالفرشة لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. بعد كده بنلاقي ان في حاجات طلعت مننا لبره في الانف مثلا، فببدأ بالاستيكه بالراحه امسحها تتمسح بسهوله. هبدأ اعيد على الحاجب تاني لانه خف شويه. وبنبدأ نكمل عند العين التانية زي ما انتم ملاحظين. هنا بقى في التظليل اللي بين العينين في أداة كويسة جدا للدمج، ايه هي؟ هي عواد القطن او الودانات. بالراحة بنمسك الودانة وبناخد منها بودر كده وبنبدأ بيها نظلل المناطق الصغيرة اللي هنا دي. يبقى احنا كده استخدمنا ثلاث أدوات للدمج لغاية دلوقتي، ايه هما بالظبط؟ هما الفرشة وقلم الدمج واخيرا الودانة او اعواد القطن، لان مسماها او اسمها بيختلف من دولة للتانية. ناخد بالنا ان مش كل مناطق الظل لون بعضها، يعني لو تلاحظوا انا هنا كنت عملت اسود جدا، بره هنا عملت فاتح شوية، بعد كده هرجع اسود جدا وهكذا. فلازم تاخد بالك من التفاوت بين درجات الظل علشان يطلع معاك الواقعي. اول ما بلاقي منطقة سودة زي كده ببدأ اتقل ايدي شوية. هنا الحاجب، الحاجب هنا عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن جزء غامق وتخين من هنا وطالع معايا لغاية قبل نهاية او قبل بداية الحاجب التاني بشوية، يعني هنا تقريبا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بعمله بقلم الفحم على طول لان ده اسود تماما، فمش محتاج ان انا اعمله ببودر طبعا كده. وبعد كده في النهاية طالع على ايه بالظبط؟ كده على رفيع اهو، خدوا بالكم من النقطة دي. هنا بقى
بعد الحاجب بنبدأ ننزل عند العين. العين هنا فيها ايه؟ فيها جزء غامق اهو. هنا بما ان الحاجب رفيع فهضطر استخدم فيه قلم الدمج. بدرج وبطلع على فاتح خالص ناحية الإضاءة. هنا بنبدأ نطلع على فاتح خالص بحيث ندينا تأثير الإضاءة اللي قدامنا. بعد كده ببدأ في طريقة حلوة جدا أو في حاجة حلوة جدا بعملها، إن أنا باجي باستخدام القلم الإيد بي ستيلر بلاك أو بقلم ألوان أسود خشبي أبدأ أظبط أطراف الحواجب، لأن قلم الفحم سنه ما بيكونش مبري. فميزة القلم البلاك ده ان هو بيساعدني اعمل تفاصيل دقيقة ما يقدرش يوصل لها قلم الفحم زي ما انتم شايفين كده. اهو تعالوا بقى نبدأ نشتغل. فين نبدأ نشتغل؟ في الأنف من تحت. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ كالعادة بما انها منطقة سودة يبقى دايركت كده قلم الفحم. يدوب تظليلات خفيفة جدا بعملها بقلم الدمج اهو بجنب قلم الدمج. خدوا بالكم لان في فرق لما اظلل بالحرف بتاعه او بالسن بتاعه او اني اظلل بجنب قلم الدمج. السن ده بعمل بيه خطوط رفيعة جدا، ولكن جانب القلم بعمل بيه مساحات الى حد ما واسعة شوية زي الخد كده. يعني اكيد لو انا بظلل في الحاجب بعمل بسن القلم، لكن هاجي هنا في الخد هعمل بجانب القلم عشان ما يبقعش مني. طبعا بعد ما عملت الاسود اللي في الانف ابدا اديله دمجه. اهو لازم تهتم بمناطق الظل زي ما احنا متفقين، لان هي اللي بتؤدي الى ظهور واقعي. ناس كتير قوي بتخاف تغمق او ما بتعرفش تغمق، فبتيجي تبص للشغل بتاعهم تلاقيه ناقص، يعني ناقصه واقعية، ناقصه حاجة عشان تخليه واقعي. ايه هو؟ غالبا بيكون اللون الاسود. هنا برضو حسيت ان دي محتاجة تمسح شوية. يعني طول ما انا شغال بفضل اشيك على اللوحة بتاعتي او على السكتش بتاعي، اي حاجة محتاجة تعديل بعدلها بشكل سريع. اهو واهو ونبدأ ننزل للفم. خلي بالكم الاسود اللي تحت الانف برضو محتاج اعادة زي ما احنا متعودين. اهو هعيد عليه ومش هسيحه بعد كده عشان نفضل بنفس لونه الاسود. تسيح يعني دمج، عشان اخواتنا اللي من خارج مصر ما يستغربوش يعني ايه تسيح اللي احنا بنكررها كتير دي. تسيح عندنا في مصر يعني بنسيح اللون، بنفرشه. اهو ونبدأ نعمل الفم وهو طالع بره من هنا شويه صغيرين كده.
طبعا حاسس ان في مشكله هنا في الاوت لاين واضحه جدا. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعدل الحته دي، امسحها كده الشكل ده، وابدا بقلم الفحم اعدل. هي عامله كده تقريبا وكده اعتقد كده يعني مظبوطه شويه، ولسه برضو هنظبطها اكتر. واحنا بتعمل ايه بالظبط كده؟ الدقن. ليه؟ لان الظل اللي تحت الدقن ده مهم جدا في اظهار شكل الفم. وطبعا كالعادة لازم نطلع على ايه؟ على خفيف جدا بالشكل ده. حسيت ان في بقعة طلعت معايا، ابدأ امسحها بالراحة خالص. شايفين؟ بدأت اطلع بالجزء بتاع الفك ده، المفروض طالع لفوق شوية كده اهو. وبعد كده بتلاقوا هنا الرقبة، بالشكل ده. ونبدأ بقى خطوة ايه؟ تظبيط التدريج باستخدام القلم البلاك. حتى شايفها سودة بس رفيعة، حتى مش متدرجة كويس. كل ده القلم البلاك بيسعفني فيه وبيديني نتيجة محترمة جدا جدا جدا. عملت الظل هنا الساقط، طبعا ده كله كنت بعيد على اللون الاسود تاني، لان انا بحب لما اشتغل في رسمة اكون متأكد ان انا مدي اللون الاسود حقه تماما، ما يبقاش في مكان باهت او محتاج تغميق. ليه؟ لان ده بيساعد رسمتي انها تكون واقعية اكتر. باجي هنا في البودر في الخد وببدأ اعمل تدريجة بسيطة في الخد كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا اخترت هنا فرشة صغيرة لان الفرشة الكبيرة لو دخلت هنا هتبوظ الدنيا. خلي بالكم بقى هنا في حاجة ممكن نعملها لذيذة، خط زي اللي هنا ده صعب اغمقه شوية، ممكن اغمقه باستخدام قلم الدمج او باستخدام قلم رصاص درجة خفيفة زي مثلا اتش بي او حاجة، وابدأ بالراحة ادرجه تدريجة بسيطة كده عشان يتظبط اكتر. دي برضو طريقة مش كل الناس عارفاها ومش كل الناس بتستخدمها. كده تقريبا احنا خلصنا ملامح الوجه كلها وخلصنا الوجه كله. طيب نبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ بقى ننزل عند الرقبة وناخد بودر ونبدأ ندرجها بالشكل ده. في الخط ده بنستخدم قلم الدمج أحسن حاجة.
ونبدأ هنا بقى باستخدام القلم نعمل تظليل غامق جدا في بداية الرقبة، المنطقة اللي ما بين الرقبة والملابس. دلوقتي الفنانين هيجي دور بقى الرموش. هنعمل رموش ازاي؟ زي ما انتم شايفين بالراحة خالص، ممكن باستخدام القلم البلاك او القلم الفحم نعمل رموش التقيلة دي. هي رموش مش كتيرة ولكنها واضحة، نازلة من فوق لتحت كده اهو، تبقى تقيلة الى حد ما من فوق وبتبدأ تنزل تحت على ايه؟ على خفيف كده. تمام. وطرف الرمش، خلي بالكوا في رمش هنا رفيع اعمله بالقلم البلاك، طرف الرموش بقى بيكون ايه؟ بيكون اخف، يعني افتح عشان دي نهايه الرمش. ممكن اعمله بقلم رصاص، خلي بالكم يعني اتش بي مثلا كده اهو. وهنا بقى طرف الرموش طويل شويه لان في ظل، خدوا بالكم من النقط دي. ممكن استخدم قلم اتقل شوية زي 2B مثلا، هنا بقى بيغمق اكتر فهستخدم البلاك. هنا لو تلاحظوا بقى في الرموش في عبارة عن مناطق إضاءة صغيرة جدا، فممكن نعملها بقلم الباستل اهو عشان دي مهمة جدا برضو. بالشكل ده وبكده يبقى عملنا الرموش بتاعتنا بشكل بسيط جدا، ما خدتش مننا اي شغل. طيب كل اللي هنعمله هنا ايه بقى؟ اننا نبدأ نعمل اوت لاين للشعر من هنا. ونبدأ نمسك قلم الفحم، مش هنعمل الشعر كله ولكن هنعمل جزء منه كده اهو، بنشتغل بالتكنيك اللي انتوا شايفينه ده. كده ومن هنا بنشتغل برضو كده وبنعمل كيرفات في الشعر كده زي ما انتم شايفين.
وهنكمل الشعر كله بنفس التكنيك. فخلونا نسرع الفيديو. ليه بقى؟ لان الخطوة دي مكررة في الشعر كله. اللي لازم تراعيه انك تطلع الاسود وتاخد بالك من اتجاه الخصل، لان دي طالعه لفوق مثلا، دي جايه شمال، دي نازله لتحت، دي جايه لفوق، وهكذا. فده اللي انت المفروض تاخد بالك منه في الشعر. لكن غير كده فهو الشعر مش محتاج اي كلام كتير ابدا. كده فنانين، زي ما انتم شايفين انا خلصت كل الخصل السوداء في الشعر، وكمان عملت حساب الاضاءات. هنا عملت الاضاءات دي مكانها نفس لون السكتش اللي هو الاصفر او الجملي تقريبا. هنبدا بعد كده في الخطوه دي نجيب الفرشه ونسيح اللي احنا عملناه ده بالراحه خالص كده، نسيحه بنفس تكنيك التظليل بالظبط، يعني زي ما كنت بظلل الشعر في اتجاه كده الخطوط اهو. طريقة التسيح برضو هي بالشكل ده. ليه بسيحه؟ عشان اطلع الشعر ناعم اكتر، في الحالة دي بيكون واقعي زيادة. ممكن بنفس اللون ده انزل اعمل التظليل اللي فين؟ اللي في الجبهة اهو، يعني استغل البودر اللي بينزل من الشعر واعمل بيه التظليل اللي في الجبهة. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد اهو. بالنسبة للأذن فهي فيها برضو تظليل خفيف تحتها هنا كده. وبكده يا فنانين نبقى خلصنا الشعر كمان. تعالوا بقى نبدأ في خطوة وضع بعض الإضاءات. هنبدأ نمسك قلم الباستل ونعمل بيه شوية إضاءات هنا في المناطق اللي فيها إضاءات خفيفة، ما نكترش منها.
في كل مناطق الإضاءة، الإضاءات لازم تحط إضاءة زي كده، ولو أنت حابب تسيبها بنفس لون الورقة اللي هي دي عادي جدا مفيش مشكلة، بس أنا حبيت أعمل تغيير يعني بحيث ما تكونش الرسمة كلها باللون الجملي اللي هو بتاع الورقة ده، نعمل تغيير يدينا شكل لطيف شوية. زي ما انتم شايفين يا فنانين كده انا عملت الاضاءات في الشعر، ولو تلاحظوا برزت الاضاءات اكتر او بردت الشعر اكتر وبقى واقعي واجمل. تقدروا تعملوا الخطوه دي باستخدام قلم الباستل او قلم فحم ابيض بس يكون خامته او ماركته كويسه، لان في قلم فحم في السوق نوع صيني كده ابيض صيني يعني ما بيديش البياض الكويس، فناس كتير قوي بتشتكيلي منه فخدوا بالكم ما تغلطوش نفس غلطه الناس دي وتجيبوا نفس القلم ده. هنا بقى في الحلق هنا بالقلم الجل ممكن اعمله كده، ممكن تستغنى عن القلم وتستخدم صباع باستل، بس القلم بيكون مميز في المناطق الصغيرة زي ايه، زي اضاءات الشعر اللي احنا عملناها. صباع الباستل بما انه تخين فبيكون صعب عليه ان هو يوصل للاضاءات البسيطة دي. كده فنين يبقى خلصنا برضو اضاءات الوجه، زي ما انتم ملاحظين حطت او ضافت واقعية زيادة. طبعا هنا عندنا ملابس بس احنا مش هنعمل ملابس، فهعمل بس جزء صغير منها. هنا بقى يا فنانين ممكن اجي بصباع الباستل زي ما انتم شايفين كده واعمل مجرد تطشات خفيفة كده بحيث اظهر ان هنا في ملابس بالشكل ده، لمسات خفيفة جدا ما كترش منها عشان ما تبوخش شكل البورتريه بتاعي. ممكن اكمل هنا ممكن اجي هنا بالرمادي بما ان دي غامقة شوية. كده فنانين نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا بجد من الفيديو ده ما تبخلوش انكم تعملوا لايك على الفيديو علشان تدعموني ان انا اكمل معاكم باستمرار واعمل لكم دروس حلوه من دي تاني. ولو حابين نكرر الدرس ده اكتبوا لي برده في الكومنتات، وهتلاقوا الصوره الاصليه في قناه التليجرام، خدوا الصوره الاصليه من قناه التليجرام وابداوا طبقوا على الدرس ونزلوا النتيجه بتاعتكم على انستجرام في هاشتاج ارسم مع كريم عادل، وهقول لكم رايي ان شاء الله. دمتم بخير، ادعموا بلايك واستنوا درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.